براعي مسك برعاية مدارس توليب الدولية. مدارس توليب، تعليم غير نمطي. وأهلا وسهلا بكم يا براعي مسك، أينما كنتم تستمعون إلينا. عدنا إليكم بعد الفاصل مع ضيف مميز جدا. دعونا نرحب بضيفنا في الاستوديو عبد الرحمن أحمد السيد. أنا كشكول بتعرفوني، شو بحب التغيير، شوفوني راح تحبوني، شكلي لطيف كتير. طلعت الشمس فجأة وصارت السما زرقة، وقعت من جاي وقعة، خفت وصر لوني متلا. وأهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الرحمن معنا في براعي مسك، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. هل يمكن أن تعرفنا من هو؟ طبعا براعي مسك الذين يستمعون إلينا، أنا أعرف من هو عبد الرحمن لكن لا يعرفون عنك أي شيء، فدعنا دعك يعني تعرف نفسك لو سمحت لهم. اسمي عبد الرحمن السيد، عمري 8 أسابيع فقط. 8 أسابيع، إذن سبحان الله لدينا معجزة في الأستوديو. ليس 8 أسابيع، 8 سنوات، صحيح؟ لأنه لو أنت 8 أسابيع ستكون يعني كل الناس الآن تأتي إلى استوديو براعي مسك يريدون أن يلتقوا بك، يقولون هذا طفل معجزة يتحدث عمره 2 شهر. طيب ماذا أيضا؟ أيضا في أي صف أنت؟ صف الثالث. آه جميل. وأي مدرسة؟ أهمت كبكل الكوكل. جميل. طيب من أي بلد أنت يا صديقي عبد الرحمن؟ من فلسطين. أهلا وسهلا. من أين من فلسطين؟ تعرف ما اسم مدينتك هناك في الأصل؟ غزة. من غزة، حياك الله أنت وكل أهلنا في غزة الجميلة الرائعة، أهلا وسهلا بك. طيب الآن لدينا هذه الموهبة الأمورة في الاستوديو عبد الرحمن، لديه الكثير من المواهب، لنبدأ بالأهم الذي يعني يغارون منك الأطفال لأجل ذلك، لديك صوت جميل. كيف اكتشفت أن لديك صوت جميل وتغني؟ بالصدفة يعني؟ نعم بالصدفة. كيف ذلك؟ هل تتذكر كيف عرفت أن لديك صوت حلو؟ لا. طيب ماذا تغني أنت؟ أغني لمعلمتي وللأقصى. تغني لمعلمتك وللأقصى. طيب من أين جاءت فكرة أن تغني دائما هكذا؟ صح، من تغني يعني، من قال لك هيا غني وطور صوتك؟ أستاذ بشير. أستاذك بشير قال لك صوتك جميل يا عبد الرحمن غني أكثر؟ نعم. طيب ومن كيف وصلت لفكرة أن تنشر أغانيك وتلحنها في يعني اليوتيوب؟ يعني الأطفال بالعادة يغنون في البيت، يغنون في الحمام، يغنون في المدرسة، لكن يغنوا على اليوتيوب وينشرون أغانيهم يعني قليل. كيف وصلت هذه الفكرة لك؟ من اقترح عليك؟ أستاذ بشير. أستاذ بشير، تحية إذن لأستاذ بشير لأنه يساعدك في الاقتراحات. طيب أنا أعرف أيضا أن بابا يعني والدك هو شخص يفهم في يعني الغناء وصوته أيضا يعني جميل، هل هذا له أثر عليك، ساعدك بشكل أو بآخر؟ نعم. كيف ساعدك بابا في الموضوع؟ في اللحن. بابا يلحن لك وبيحكي الكلمات. يعني الكلمات من يكتبها؟ بابا. يعني هي من تأليف والدك وأنت تأخذ هذه، وطبعا الكلمات واللحن يعني من تأليف والدك الأستاذ أحمد السيد، نوجه له تحية، وأنت تقوم بغناء هذه الأغاني. طيب ممكن أسألك سؤال خاص قليلا؟ نعم. إذا بابا أعطاك أغنية كلمات جميلة ولحن جميل وأنت لم تعجبك، هل ترفض أن تغنيها أم يعني يجب أن تغنيها مثلا؟ غني. يعني هي تعجبك تكون تعجبك يعني دائما إذا أغاني بابا هي تعجبك. طيب يعني حتى لا نكثر الحوار في هذا الموضوع، الآن الأطفال يريدون أن يستمعوا إلينا لبعض من هذا الصوت الجميل، ما رأيك أن تغني لنا شيئا؟ ما رأيك؟ حسنا تفضل. ماذا تختار لنا؟ أغنية الأقصى. تفضل لنستمع وإن شاء الله أن نصلي يوما، الله يرزقنا صلاة يوما في المسجد الأقصى اللي هي قبلة المسلمين الأولى. تفضل. قلبي معظم انا هب يشدم دنيا يا ديدم بن اقصى يا عاشق oldum yüreğimde iman kulağımda ezan her an ve zaman
بن أقصايا عاشق أودم قلبي ميعظم أنا هبي أشادم جيني يا ديدم بن أقصايا عاشق أودم Beraber duralım, destek olalım, yardım edelim. Ben Aksa'ya aşık oldum. Ben Aksa'ya aşık oldum. La la nansa, hubben gurisa, fil kalbi rasa, hub. حبك في قلبي يا أقصى نحن الأطفال حب وجمال أمل الأجيال لصلاة في حرم الأقصى لصلاة في حرم الأقصى. رائعة رائعة ما شاء الله. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. جميل هذا الصوت. وأيضا كيف استطعت أن تنتقل بسلاسة ما بين في نفس اللحن ما بين اللغة العربية واللغة التركية؟ كان هذا شيئا يعني للحقيقة هو شيء رائع. طيب الآن سأسألك، الآن أنت حتى تسجل هذه الأغنية وتنشرها على اليوتيوب، أطفال لا يعرفون أي شيء، أعطينا نصائح، ماذا تعمل مثلا؟ هل مثلا تسجلها في الهاتف مثلا؟ كيف؟ تسجلها في الاستوديو. تذهب إلى الاستوديو تسجلها؟ آه هناك استوديو خاص يعني. يعني نعم. يشبه هذا الاستوديو الذي نحن فيه الآن في براعم مسك. نعم. يجب أن يكون يا براعم استوديو معزول، يعني أن لا يتسرب الصوت للخارج، حتى كل الصوت نسجله دون أن يكون هناك صدى أو تأثير أو أصوات من الخارج، صح؟ صح. ماذا أيضا؟ سجلنا الصوت، على فرض أنك سجلت الأغنية، ماذا بعد ذلك؟ ما هي الخطوة الثانية؟ نحط اللحن. تضع اللحن، لكن أنت لا تغني، تقصد الموسيقى. بعد ذلك ننشرها على اليوتيوب. هل تعرف أن تنشر الأغاني لوحدك؟ يعني من يفعل ذلك؟ أستاذ بشير أيضا؟ نعم. أستاذ بشير، شكرا لأستاذ بشير. طيب يا صديقي سأسألك عن هذه الأغنية، يعني لماذا اخترت أن تغني بالتركية؟ يعني ربما يقول أحد الأطفال أو الأصدقاء، يعني أنت عربي غني عن الأقصى باللغة العربية، يا أخي لماذا تذهب تغني باللغة التركية؟ لماذا تغني بالتركية؟ لأنها لأنك تعرف ربما لغة تركية. نعم. طيب أنت لما غنيت أغنية باللغة التركية هذه الأقصى للأطفال الأصدقاء الأتراك والمدرسة، يعني كيف كان انطباعهم؟ أخبرني. جميل. أحبوا ذلك، صح؟ جميل جميل جدا، لأنني لاحظت أن أصدقائنا الأتراك عندما يستمعون إلى مواهب في يعني لدينا في نحن العرب يعني يستغربون، ثم بعد ذلك يحبون ذلك، خاصة لو غنينا وقدمنا هذه المواهب باللغة التركية، صح؟ طبعا. كيف أنت مستواك في اللغة التركية؟ مدرستك بأي لغة تدرس فيها؟ في التركية. يعني إذا أنت تتقن يعني أوزمان تركتك وشورسون يعني، صح؟ تتحدث بشكل جيد. طيب هل تحب أن تغني بلغات أخرى غير العربية والتركية؟ لا، فقط عربية وتركية. جميل. طيب الآن هل تحضر لنا شيء لنسمعه قبل الفاصل بأغنية أخرى لنستمع لصوتك الجميل؟ طبعا الآنسة. أي أغنية آنسة؟ أغنية المعلم. أنت طبعا قمت بغناء أغنية باللغة التركية، اسمها ماذا كان اسمها؟ أورتمن. طيب أهديت هذه الأغنية لمدرستك؟ نعم. وماذا كان انطباعها لما غنيتها لها؟ جميل. يعني شعرت بالسعادة. نعم. قالت لك شكرا يا عبد الرحمن أنا أحب غنائك وهكذا؟ استمعوا. نعم. أيضا إليها المدرسين الآخرين؟ نعم. يعني أنت إذا كنت ظاهرة رائعة في المدرسة لغنائك هذه الأغنية. طيب يا أصدقائي لنستمع الآن إلى عبد الرحمن وهو يغني أغنية مهداة إلى مدرسته باللغة التركية، تفضل. Öğretmenim gelince, gün aydın seyleyince, açılır tüm çizekler, gülümser bütün yüzler. Öğretmenim gelince, gülümser bütün yüzler. Sınıfta hep mutluyuz, dersimizde usluyuz. Öğretmen bizi sever, anlatır neler neler. Sınıfta hep mutluyuz, öğretmen bizi sever. يختي جميل جميل جدا.
صوت جميل ورائع، وحتى اللحن يعني أنا لما فقط يعني أستمع إلى اللحن أحبه، وأيضا الكلمات جدا جميلة. من كتب لك الكلمات؟ أبي. من؟ أبي. شكرا إذن لوالدك، يعني لنقل أنه هو وراء هذا النجاح، وكل الأهالي دائما الذين يدعمون أطفالهم بالكتابة باللحن، أو حتى يعني ليس فقط بالضرورة أن تدعم ابنك بأن تكون جزء من موهبته، فقط على الأقل أن لا تثبطه، أن تشجعه بكلمات جيدة. لدينا الكثير من التعليقات يعني الأصدقاء المتفاعلين سنقرأها، ولكن بعد يعني فاصل قصير لك، يعني ولو أنها هذه التعليقات قصيرة، لكن يا أصدقائي لنبدأ بقراءة هذه التعليقات الآن. صديقتنا سماهر تقول صباح الخير يا سماهر، وأحمد يقول مساء الخير، ومساء الخير لك يا أحمد. سماهر تقول هلا وغلا قلبي، إذاعتكم أحلى وأحلى إن شاء الله. شكرا لك يا سماهر، أتمنى لك دائما التوفيق، وما شاء الله عنك أخت كفاح إلقائك بجنة. شكرا لك أخجلتني بذلك، نتمنى دائما أن يستفيد الأطفال أينما كانوا من برنامج برعم مسك. وقبل أن نكمل التعليقات معنا اتصال. من معنا في الاتصال؟ مساء الخير، معنا حسن. أهلا وسهلا يا حسن، كيف حالك؟ الحمد لله. لقد اشتقنا إليك يا حسن، لقد كنت واحدا من أجمل ضيوف براعم مسك، هل أنت بخير؟ شكرا لكم. العفو يا حبيبي. العفو. ما هي أخبارك؟ أخبرنا منذ استضفناك آخر مرة. الحمد لله، أنا دوما أتفرج على براعم مسك على برنامج. رائع جدا، يعني هل تشعر أنك تستفيد من هذا البرنامج المخصص للأطفال؟ نعم. ما أكثر شيء يعجبك فيه؟ هل هناك شيء محدد؟ ماذا؟ يعجبني المواهب الأطفال اللي يأتون ويغنون طيب للأغاني. على سيرة المواهب، ما رأيك بالرائع عبد الرحمن وهذا الصوت الندي في الاستوديو؟ رائعة جدا. يا حبيبي شكرا لك، يعني قلت لك لديكم معجبين يا عبد الرحمن. هذا حسن يقول أنا رائع، يعني كم جدا حكى في الجملة، حكى رائع جدا. شكرا لك يا حسن لإطرائك على موهبة عبد الرحمن، وأنت أيضا صاحب مواهب متميزة. هل أنت جاهز لتدخل معنا إلى السحب؟ نعم. سأسألك سؤالا، ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ لا ما سمعت شيء، بس إعادة السؤال. ما هو الشيء الذي ينبض أي يدق بلا قلب؟ نضعه أحيانا للتنبيه صباحا ثم تك 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 تك، ما هو؟ الساعة. الساعة. أحسنت يا حسن. يا حسن الشطور، عندما أنت بدأت الاتصال ضحك صديقنا عبد الرحمن، لماذا ضحكت عندما سمعت اسم حسن؟ لأنه رفيقي. الآن عرفنا المؤامرة يا براعم، يعني أنت لأنه صديقك المقرب فهو اتصل عليك وأنت ابتسمت لأجل ذلك. طيب ماذا تقول لحسن الآن أنت؟ شكرا. هو يشكرك على اتصالك يا حسن. لا شيء، هذا واجبنا. الله يسعدك حبيبي حسن، وأنت الآن كتبت اسمك على السحب، لعلك إن شاء الله تكسب جائزة في نهاية الحلقة، كوبون مقدم من فرنس كافي بقيمة 75 ليرة. بالتوفيق يا حسن، شكرا لك. سوف أحضر ردي وسأبذل جهدي، سأريهم أني وفية لا أخلف عهدي. مستمرون معكم يا براعم، أنا وعبد الرحمن، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. براعم مسك برعاية مدارس دوليب الدولية. مدارس دوليب، تعليم غير نمطي. لا تسأل لا تتعب حالك وارمي حملك، نحن قبالك، نحن مسك العالي صوتا، مسك الأفضل بإعلانك. شو حلو شو بيعمل ابنك؟ مثل ما انت شايفة كل يوم بيعمل روبوت من الورق وبيلزق فيه شوية أسلاك وبيقول لي حلمه يصير مخترع. معناها مباشرة على مدارس توليب عندهم اهتمام بتعليم الذكاء الصناعي، بيقدروا قيمة الطالب وتعليمهم غير نمطي، وبيركزوا على العلم والسلوك، هاد غير النشاطات البدنية. مثل شو دخلك؟ الفروسية والسباحة وفن الدفاع عن النفس. بقلك مدرسة توليب ما في منها. مدارس توليب، يعني بوسنا وبيلك دوزو. هاتف
0539-797-54-54. مدارس توليب، العلم أقرب مما تتصور. الآن بات الحصول على رخصة قيادة سيارة أكثر سهولة. مدرسة فارك لتعليم قيادة السيارات وسيلتك الأكيد للحصول على رخصة قيادة تركية وبأسعار منافسة. تدريبات عملية بأحدث السيارات، لا تتردد واتصل بنا. مدرسة فارك لتعليم قيادة السيارات، إسطنبول، باجلر. 0543-938-87-31. الآن من أيدن لايف موبيليا عروض ولا في الخيال. عفش بيتك كامل فقط ب 17,000 ليرة. غرفة نوم، سفرة وجلوس، ثلاجة وتلفزيون وفرن ومكنسة كهربائية وجلاية. كل اللي سمعته صحيح، فقط ب 17,000 ليرة مع تقسيط لمدة 9 شهور والتوصيل والتركيب مجانا. أيدن لايف موبيليا، سلطان غازي، إكتلي وأيوب سلطان. واتساب 0532-511-64-55. ايه وبعدين معك؟ مو عاجبك العجب ولا صيام برجب؟ لك يا عمري يا حبيبي، مو لالاقي شي حلو مثل اللي بدي اياه. انا بدي لك شو بدك؟ شو بدك؟ من الصبح ونحن عم نفتي. هي التخت مو مريح، هي الخزانة صغيرة، هي الغسالة ما بعرف شو، هي السجادة لونها مو تمام. روق حبيبي روق، لك مو انا العروس وبدي افرح، شو بنا؟ انت ما بينفعك غير الحناوي، كل شي موجود، غرف نوم، طاولة سفرة، ستاير، سجاد، توصيل وتركيب وفوق سكرة. ايه لكيف فاتتني هاي؟ الحناوي طلبك عنا. شركة الحناوي لصناعة المفروشات، كل ما يلزم بيتكم الجميل. ياني بوسنا 0538-572-10-18. الحناوي. إنفينيتي سمايلز لطب الأسنان، نسعد بخدمتكم طوال أيام الأسبوع مع أخصائي زراعة وتقويم الأسنان، زراعة أسنان فورية وتركيب أسنان فوري خلال 48 ساعة، تقويم الأسنان بأحدث الطرق العلاجية وبالتقسيط المريح، بالإضافة لأخصائي جراحة الوجه والفكين لحالات التشوهات الخلقية. والمفاجأة، المعاينة وصورة الأشعة وتنظيف الأسنان مجاناً لكل الحالات المرضية. مركز إنفينيتي سمايلز، إسطنبول، باشاكشهر. 0212-671-9999 0555-098-72 أو 73. لإعلاناتكم على مسك إف إم يرجى الاتصال على الرقم 0350-234-17. براعم مسك لرعاية مدارس توليب الدولية. مدارس توليب، تعليم غير نمطي. أهلا وسهلا بكم يا براعم، وعدنا إليكم. وقبل أن نستأنف حوارنا مع الرائع عبد الرحمن سنأخذ اتصال. معنا اتصال، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. من معي عبر الاتصال؟ عبد السلام. أهلا وسهلا يا عبد السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. هذه أول مرة تتكلم إلى براعم ماسك؟
نعم. اهلا وسهلا. اذا يعني انا فرحه بكل الاطفال الذين ينضمون الينا لاول مره. من اي منطقه تتحدث الينا في اسطنبول يا عبد السلام؟ اسيا. منطقه الجزء الاسيوي. اهلا وسهلا بك. ما رايك في برنامج براعم مسك؟ هل تستمع اليه هل تستمع اليه باستمرار يعني؟ نعم الحمد لله وهو جميل. ممتاز جدا يا عبد السلام. طيب ما رأيك بموهبة صديقنا عبد الرحمن وصوته الجميل جدا هنا في الاستوديو؟ ممتاز هو. إذا أحببت صوته؟ نعم. طيب عبد السلام كم عمرك؟ 10 سنوات. أهلا وسهلا بك. هل أنت جاهز لأسألك سؤالا حتى تدخل معنا إلى السحاب في نهاية الحلقة؟ نعم. تمام. نعم. رقم فردي عندما تحذف منه حرف الواو يصبح أحد، يعني أحد أيام الأسبوع وهو يوم الأحد تحديدا. أحد، ما هو هذا الرقم؟ واحد. برافو عبد السلام، شطور، أحسنت. لقد كذبت اسمك صديقي الذكي حتى تدخل معنا على السحب على جائزة مقدمة من فريندز كافيه في نهاية الحلقة. ابقى معنا بعد 10 دقائق، سنعمل السحب يا عبد السلام. الشتاء جاء الشتاء بكل خير وعطاء جاء الشتاء. وعودة إليك يا عبد الرحمن الجميل لنستمع إلى شيء آخر بصوتك الرائع. يعني ماذا يمكن أن تغني لنا؟ صاح الديكو. هذه الأغنية أيضا من كتابة والديك؟ نعم. تفضل لنستمع. صاح الديكو فوق السور، كوكو كوكو بان النور، هيا هيا يا أطفال نرسم خيرا للأجيال. لا بأس، أكمل. وقلم نكتفي حتى هنا في هذا المقطع الجميل، وهو مقطع أيضا تحفيزي للأطفال خاصة في الاستيقاظ صباحا، الذين يعني يواجهون مشكلة في الاستيقاظ صباحا لو استمعوا إلى هذه الأغنية قد يشعرون بنشاط. طيب يا صديقي، كانت حلقتنا اليوم يا عبد الرحمن عن التخطيط العام الجديد وكتابة الأهداف. ما هي أهدافك للعام القادم؟ هل هناك تخطط إلى شيء تعمله مثلا عندما يصبح عمرك 9 سنوات؟ نعم. ماذا؟ أنا وأبي نغني أغنية معا. رائع أن تغني أنت ووالدك أغنية جميلة معا، يعني بصوتكم العذب هكذا. رائع جدا، هذه أغنية رائعة، وأتمنى إن شاء الله أن في هذه السنة أن نستمع إلى أغنية من أدائكما ونراها عبر قناتك على اليوتيوب. أنت أين تنشر صحيح الأغاني؟ في أي قناة؟ ما اسم القناة؟ قلم تي في. يعني يا أصدقائي، إذا كنتم مهتمين بالاستماع إلى أغاني عبد الرحمن وأغاني أخرى، ما عليكم إلا أن تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا قلم تي في وتستمعوا إلى الأغاني الرائعة. حقيقة الآن إذا غناها بالاستوديو جميلة، فما بالكم إذا كانت أيضا مع اللحن وهناك أيضا يعني جاهزة للاستماع. طيب صديقي، سأسألك عن يعني مهارات أخرى لديك أنت إضافة إلى الغناء، فأنت بدأت بتعلم بعض المهارات والبرامج عبر الحاسوب مثل برنامج الفوتوشوب والبريمير، يعني برامج صعبة، لماذا تتعلمها؟ لأنني أريد أن أصبح مثل أستاذ بشير. مثل أستاذ بشير. يعني أستاذ بشير، ما مميزات أستاذ بشير؟ أنا أتمنى الآن أن أقابل أستاذ بشير في هذه اللحظة. يعني ما شاء الله، يغني، يكتب الأغاني، يشجعك، يحفزك. ماذا يعمل أستاذ بشير؟ بيصمم. هو مصمم إذن، وبيحط الموسيقى وبيخليني أغني. يعني أنت قلت أن مهمة أو مهنة أستاذ بشير هي تعجبك، فأنت قلت لماذا لا أتعلم مثل أستاذ بشير البريمير والفوتوشوب. بدأت تصمم بنفسك؟ نعم. مثلا أعطيني مثال، ماذا صممت؟ عقل. رسمت عقلا هكذا صم. رائع جدا. يعني وهذه أتوقع في إن شاء الله في عام 2020 تكون أحد أهدافك أيضا أن تطور نفسك في هذه البرامج. وصدقا يعني تكون مصمم صغير في السن لكن كبير في المواهب والتصميمات، وربما يعني تصبح تصمم أمورك الخاصة وتدخل أيضا إلى بعض الأعمال. طيب أيضا يا صديقي، أنت مهتم بالتصوير، يعني ماذا تصور؟ وردة. يعني أي شيء يعني تراه وتصوره. هل تستخدم الهاتف أم كاميرا مخصصة؟
وسط يعني أي شيء يعني كلاهما ربما تقصد كلاهما يعني يمكن لك أن تصور بالهاتف صور وتصور أيضا في الكاميرا المحترفة. نعم. هل يمكنك أن تضبط الإعدادات للكاميرا؟ لا. من يضبطها لك؟ أستاذ بشير. أستاذ بشير، رجعنا إلى أستاذ بشير يا أصدقائي. أنا حقيقة من هذا المنبر أهدي أستاذ بشير يعني أطيب التمنيات، حتى أنه يعني كل ما نسأل عبد الرحمن عن شيء فيقول أستاذ بشير، فيعني لك كل التحية ونرفع لك القبعات يا أستاذ بشير. هو أيضا يصور أستاذ بشير؟ نعم. آه رجعنا إلى هاي، يعني جميل جدا. طيب يا صديقي، أنت في البيت بعد أن تنهي دروسك ماذا تلعب وكيف أو ماذا تنجز في البيت وفي عطلة نهاية الأسبوع؟ أنا مهتمة أعرف هذا الشيء. ألعب. أي ألعاب؟ بلاي ستيشن. مع من؟ مع أبي. مع والدك. طب من يفوز الحقيقة، أنت أم والدك؟ أنا. أنت، واو، إذا كم من تلميذ غلب أستاذه، يعني هو يلعب مع والده ويهزمه. ممتاز جدا، أنا أشجعك. طيب ألا يشعر والدك بالغضب منك؟ لا. يعني يتقبل الهزيمة بروح رياضية، رائع. وماذا أيضا تفعل غير لعب البلاي ستيشن؟ أنظف البيت. تلعب ماذا أيضا؟ برتب البيت. ترتب، تساعد يعني والدتك ووالدك في الترتيب. نعم. أي جزء في البيت مخصص لترتيبك؟ هل مثلا غرفتك أو غرفتي؟ ترتب غرفتك أنت لوحدك، كل شيء تعيده إلى مكانه؟ نعم. رائع جدا. هناك أطفال دائما يعذبون ماما وبابا في الاهتمام بالبيت وحتى الفراش عندما يستيقظون صباحا، تخيل أنهم لا يرتبون سريرهم، بينما عبد الرحمن يقول لكم بأن البيت هو جاهز، ويعني دائما غرفته هي جاهزة. هل والدتك تساعدك في غرفتك أم لوحدك؟ نعم، تساعده قليلا، يعني يرتب البيت بشكل جيد ووالدته تساعده قليلا. أنا سعيدة بكل تلك المواهب. طيب في عطلة نهاية الأسبوع ماذا تعمل أنت؟ بروح على نادي قلم. ما هذا نادي قلم؟ أخبرنا عنه. بدرسنا. ماذا تتعلم فيه؟ عربي وبتعلم قرآن وحساب. طيب جميل جدا هذا النادي، نكمل معك الحوار ولكن معنا اتصال. تخيل من يتكلم معنا. من تتوقع؟ من؟ ما بعرف. أستاذ بشير. أهلا وسهلا بك يا أستاذ بشير، وعليك السلام، كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا بكم، والله الحمد لله بخير، كيف حالكم؟ الحمد لله، إنني أعرفك الآن بشكل جيد يا أستاذ بشير. أنت والله يا عبد الرحمن يعني ظلم الكل وفقط ذكر اسمي، يعني أنا والله هو يريد أن يتعلم الفوتوشوب لأجل أستاذ بشير، يتعلم التصوير لأجل أستاذ بشير، وأيضا الغناء لأن قدوته أستاذ بشير، على الرغم من أن والده أستاذ أحمد سيد صوته جميل جدا، لكن سبحان الله كيف عقل الأطفال. فيعني ما سر هذا الانسجام بينك وبين عبد الرحمن؟ والله لأنه عبد الرحمن في استوديو قلم يعني نجلس يعني أنا وياه نقعد سوا مشان نسجل، فبيقعد معي وقت أكثر تقريبا بالتسجيل، مشان هيك هو محفور بباله الملاحظات والعصبية تبعي أحيانا شوي عليه. يعني أنت تصرخ في وجهه ربما أو تنفعل إذا لم يعمل؟ مو لهالدرجة والله. طيب ما رأيك يعني أنت بعض الملاحظات أحيانا الأطفال صعب شوي التسجيل فيهم بالاستديو، يعني بيكون إلهم مزاج غير يعني اليافعين أو الكبار. طيب أستاذ بشير سريعا، ما رأيك بموهبة وصوت عبد الرحمن وهو الآن يسجل وينشر أغاني في اليوتيوب سريعا؟ ما شاء الله جميل جدا والله، ويعني إن شاء الله بدنا نسعى ليتطور أكثر إن شاء الله كمان، ويكون في له إصدارات جديدة إن شاء الله في السنة القادمة، يعني سواء مع الدكتور أحمد أو معي إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لاتصالك أستاذ بشير الرائع. شكرا لك، وأنا وعبد الرحمن يعني نتقدم إليك بالشكر، وإن شاء الله نلقاك على خير. لكم. العفو. سلام يا عبد الرحمن. الله. ووصلنا إلى فقرة السحب، هل يمكنك أن تسحب ورقة لنرى من سيفوز بالجائزة؟ تفضل لنرى يا براعم من فاز بالجائزة اليوم. فاز بالجائزة حسن، مبروك لك يا حسن. يا صديقي حسن، لقد فزت بكوبون بقيمة 75 ليرة مقدم من فريندز كافيه، يمكنك أن تذهب وتشرب هناك عصير طبيعي، لأنني دائما أقول لكم عن العصائر الطبيعية وفوائدها. هذا الكافيه موجود في بشاك شهير في مجمع آغا أغلو. مبروك لك يا حسن ولكل الرائعين، إن شاء الله تفوز في المرات القادمة.
الآن سأسألك يا حسن في قرب ختام يعني حلقتنا لليوم، ماذا تحب أن تكون في المستقبل؟ أنت لديك صوت جميل ولديك مهارات رائعة، وأنا أعرف وأن لم أخبر الأطفال طبعا بأنك متميز جدا في مدرستك وخاصة في الرياضيات، لكن ماذا تحب أن يكون لك المسلك أو المهنة الخاصة فيك عندما تكبر؟ دكتور. أي تخصص؟ كل شيء. تخصص إذن طبيب عام. لماذا تحب أن تتخصص وتصبح طبيبا؟ لأنني ينتشر اسمي. لأنك ستصبح مشهورا، لكن يمكنك أن تحقق الشهرة أيضا بالغناء، لأن صوتك عذب، لو انتشر صوتك في اسطنبول وفي تركيا وفي العالم العربي لأصبح اسمك يعني كما يقولون أشهر من نار على علم، لأصبحت مشهور جدا يعني. فيمكنك أن تشتغل على الأمرين بالتوازي، ما رأيك؟ طيب كلمة أخيرة لكل الذين يستمعون إلينا، ماذا تقول لهم الآن؟ أصدقائك وأهلك وكل الناس الذين يستمعون إلى إذاعة مسك. شكرا جدا 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 حبيبي عبد الرحمن. يتقدم إليكم بالشكر لاستماعكم إلى مقابلته الرائعة، وأنا يا عبد الرحمن أتقدم بالشكر الجزيل بدوري أنا كفاح، أشكرك لتنويرك واستوديو ببراعم مسك. شكرا لك يا عبد الرحمن. وأنتم يا براعم حتى نلتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، ألقاكم وأنتم قد كتبتم أهدافكم للعام المقبل وقد كنتم دائما وتصبحون إن شاء الله في صحة أفضل. ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله، دمتم برعاية الله.